إذن كما تطرقنا في على أن الخاصية الثالثة في متوالي الأضلاع هي خاصية الأضلاع المتقابلة. إذن باستعمال خاصيتين ألا وهما مركز متوازي الأضلاع أو نقطة تقاطع قطرين متوازي الأضلاع هي منتصف هذين القطرين، والخاصية الثانية هي على أن التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين متماثلتين، أي أن صورة قطعة بالتماثل المركزي هي قطعة لها نفس الطول. إذن لدينا متوازي الأضلاع ABCD، إذن O هي منتصف قطري هذا الرباعي AC وBD. إذن نستنتج أن النقطتين A وC هما على التوالي مماثلتي النقطتين B وD بالنسبة للنقطة O، وبالتالي حسب خاصية الحفاظ على المسافة للتماثل المركزي لدينا AB تساوي CD و AD تساوي BC. نقول إذن أو كاستنتاج الخاصية في متوازي الأضلاع كل ضلعين متقايسين، كل ضلعين في هذا الرباعي أي متوازي الأضلاع متقابلين متقايسين. إذن الخاصية العكسية كما ورد سابقا، فإن الخاصية العكسية المراد بها هي البرهان على أن الرباعي هو متوازي الأضلاع. إذن الخاصية تقول إذا كان لقطري أو في رباعي محدب مثلا كل ضلعين متقابلين متقايسين فإنه يكون متوازي الأضلاع. إذن للبرهان على هذه الخاصية برهان بسيط جدا، أي أننا كمثل الخاصية السابقة نأخذ ضلعين متقابلين متقايسين، أربعة أضلاع متقايسة مثنى مثنى، ونبين بالتماثل المركزي أو باستعمال إحدى الخاصيات أن هذا الرباعي متوازي الأضلاع. إذن ننتقل إلى خاصية الرابعة أو خاصية الزوايا المتقابلة. إذن خاصية الزوايا المتقابلة هي نفس الشكل بالنسبة لخاصية الضلعين، أي أن في متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متقايسين، وكذلك بالنسبة للزوايا فإن كل زاويتين متقابلتين متقايستين. للبرهان على هذا لدينا ABCD متوازي الأضلاع، EO دائما هو أو ليس دائما، إذن حسب معطيات التمرين في هذا التمرين أو في هذا النشاط لدينا O منتصف القطرين، يعني أننا سوف نستغل خاصية التماثل المركزي، ونبين أن مماثلة خاصية هي أن مماثلة كل زاوية بالتماثل المركزي هي زاوية تقايسها، أو أن التماثل المركزي يحافظ على قياس الزوايا. إذن سوف ننتقل إلى النشاط. إذن لدينا A و C كذلك نفس الشكل بالنسبة للنشاط السابق، متماثلتين بالنسبة لي O وكذلك B و D. إذن A B C و A D C متماثلتان بالنسبة للنقطة O، إذن الزاويتان الأخريتان كذلك B A D و B C D متماثلتان بالنسبة للنقطة O. وبما أن التماثل المركزي يحافظ على قياس الزوايا
فإن لدينا ABC قياسها يساوي قياس الزاوية ADC وكذلك BCD قياسها يساوي قياس الزاوية BAD. إذن الاستنتاج هو على أن إذا كان لدينا رباعي محدب ونريد أن نبرهن أنه متوازي الأضلاع سوف نستخدم إحدى الخاصيات على حسب معطيات التمرين. في هذه الخاصية طريقة البرهان على أن رباعي محدب ومتوازي الأضلاع هي باستعمال خاصية الزوايا المتقابلة. إذن الخاصية العكسية تقول إذا كان لرباعي محدب كل زاويتين متقابلتين فيه متقايستين فإنه يكون متوازي الأضلاع. إذن كخاصية أو كإضافة بالنسبة لهذا الرباعي نعلم أن ABCD متوازي الأضلاع وH المسقط العمودي كما رأينا في الدروس الأولى بالنسبة للأسدوس الأول أو مبادئ في الهندسة المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم CD. إذن AH يسمى ارتفاع متوازي الأضلاع. بالنسبة للخاصية المميزة وهي جمع بين خاصيتين، خاصية التقايس وخاصية التوازي. إذا جمعنا هذين الخاصيتين ستكون لدينا خاصية مميزة تميز متوازي الأضلاع لوحده كأهم الرباعيات الخاصة أو كما أسميه أنا أب للرباعيات الخاصة الأربع. إذا كان لدينا متوازي الأضلاع فإن كل ضلعين متقابلين متوازيين نقوم بجمعها مع خاصية أنه إذا كان متوازي الأضلاع فإن فيه كل ضلعين متقابلين متقايسين تعطينا الخاصية المميزة ألا وهي إذا كان لرباعي ضلعان متقابلان وحاملهما متوازيان فإن هذا الرباعي يكون متوازي الأضلاع. وهي بسيطة جدا في البرهان وبسيطة كذلك في الاستعمال للبرهان على مجموعة من التطبيقات أو التمارين. إذن في المثال لدينا ABCD متوازي الأضلاع، إذن AB يوازي BC وكذلك AB يوازي DC وكذلك AB يساوي CD. إذن ABCD متوازي الأضلاع. إذن توقفنا عند خصائص الزوايا المتقابلة ثم الخاصية المميزة لمتوازي الأضلاع وكآخر خاصية هي خاصية الزوايا المتتالية. إذن تقول الخاصية إذا كان ABCD متوازي الأضلاع فإن كل زاويتين متتاليتين متكاملتين، ونعني بالتكامل أي أن مجموع قياسي هاتين الزاويتين هو 180 درجة كما يبرز الشكل الموضح أمامكم. ABC إذا أضفنا قياس الزاوية ABC على قياس لقياس الزاوية BCD فإننا نحصل على 180 درجة. كذلك نفس الشيء بالنسبة لكل زاويتين متتاليتين. إذن الخاصية البرهان على هذه الخاصية سوف نتطرق باستعمال خاصية الدرس السابق وهو درس متوازيان وقاطع، أي سوف نستعمل درس
خاصية الزوايا المتناظرة. إذا كان لدينا متوازيان وقاطع فإنهما يحددان مع كل قاطع لهما زاويتان متناظرتان متقايستان. إذا الخاصية الأخيرة هي أنه في متوازي الأضلاع كل زاويتين متتاليتين متكاملتين، والخاصية العكسية لها أن كل زاويتين إذا كان في رباعي محدب كل زاويتين متتاليتين متكاملتين فإنه يكون متوازي الأضلاع. وشكرا.